مساكم فلالي. أماكن الأثاث كثيرة يا جماعة، ولكن المميز فيها مرة قليل. اليوم أنا موجود وين؟ موجود عند العصفور. ما شاء الله تبارك الله، العصفور الآن لهم أكثر من 50 سنة. قبل فترة واحد من الشباب يقول أبغير فرشة نومي أو غرفة نومي. قلت له من وين شارينها؟ قال كم تتوقع لها عندي أول؟ قلت له كم؟ قال لها 25 سنة. من وين شارينها؟ من عند العصفور. لكم انتهزوا الفرص فإنها تمر كمر السحاب. اليوم العرض اللي جاي أصور لكم إياه يا جماعة من عند العصفور، هذا من أقوى العروض اللي قدمها، عرض خيالي يا جماعة من الآخر، نشوفه سوا. وهذا العرض وش يقول؟ يقول أثث بيتك ب20,000 ريال، غرفة نوم مزدوجة وطقم كنب وطاولات شاي وطقم أبجورات وطاولة طعام وطاولة تلفزيون، كل هذا يا جماعة ب20,000 ريال. وفي عروض أخرى، يلا خلينا نشوف العرض على الطبيعة. خلينا نشوف العرض أبو 20,000 إيش راح ناخذ فيه. راح ناخذ غرفة نوم مكونة من 6 قطع، طبعا في خيارات كثيرة، طبعا هذه من شركة أمريكية، سرير زائد المرتبة وطقم المرتبة كامل، بالإضافة إلى كمدينتين، بالإضافة إلى التسريحة، بالإضافة إلى الأدراج. وبعد إيش راح ناخذ؟ وراح ناخذ مع غرفة النوم طقم الكنب هذا الأمريكي، وفي خيار آخر الطقم هذا أو الطقم اللي موجود هناك، في خيارات كثيرة، بالإضافة إلى أبجورات 2، طبعا ممكن تختاروا أي أبجورات موجودة بالمعرض، بالإضافة لأي طاولات موجودة بالمعرض. وإيش راح ناخذ بعد؟ وبعد إيش راح ناخذ مع العرض؟ راح ناخذ طاولة في التلفزيون، طبعا ممكن هذه أو هذه أو في خيارات أخرى. طبعا بالنسبة لغرف النوم في خيارات كثيرة، اللي صورناها الكلاسيك ونحبيته المودرن، طبعا هذه المودرن تجي كم؟ تجي 10 قطع، تسريحة، بالإضافة إلى الكمدينتين، بالإضافة إلى الدواليب، الدولاب اللي تشوفونه، بالإضافة إلى الأدراج، بالإضافة إلى المرتبة والمخدات. يا سلام، نكمل باقي العرض حقنا. كل هذا يا جماعة بكم؟ ب20,000. وباقي بعد، بالإضافة راح تاخذون مع العرض طاولة طعام، وفي خيارات كثيرة طبعا للعرض أبو 20,000 للطاولات. قايلين يا جماعة، كل الأشياء اللي عدتها هذه راح تاخذها بكم؟ ب20,000 ريال فقط. طيب خلينا نشوف لحالها غرفة النوم الحلوة والأنيقة هذه كم سعرها؟ هذه سعرها 21,000، والآن بعد التخفيض 17,200. طيب كل الأغراض اللي صورناها كم كانت من قبل؟ قلنا لكم غرفة النوم لحالها ب 17,200. طقم الكنب اللي تشوفونه هذا بكم؟ ب 12,000 ريال أبو عبد الله. 12,000 ريال. هذه طاولة التلفزيون كم سعرها؟ 898 ريال. يا سلام. إينا. والطاولات هذول؟ مثل الطاولة هذه؟ لا هذه شاملة الكنب، مع الكنب. الطاولة الثانية، مع الكنب. الطاولة الثانية كم سعرها؟ 2500 ريال. ما شاء الله طاولة فاخرة. كم وصلنا؟ 32,000. وطاولة الطعام كم سعرها؟ 4500. شوفوا يا جماعة، طلع المجموع 37,000 كل بدون الأباجورات. لسه الأباجورات ما حسبناهم. 360 65، 365 65. شايفين يا جماعة، كل هذا اللي ذكرناه راح تاخذونه بكم؟ راح تاخذونه ب20,000 ريال فقط. يا جماعة هنا مو فقط أسعار، هنا قاعد تاخذ جودة. وكل اللي تابعني الآن اللي تعامل مع منتجات العصفور واستخدمها يعرف أنا إيش قاعد أقول. هذا العرض اللي صورناه أبو 20,000. طيب لو حبينا نرقي الباقة شوي ونطلع ل 23,000، نشوف العرض أبو 23 سوا. العرض أبو 23 نفس غرف النوم اللي صورناها، لكن شوفوا الكنب ما شاء الله تبارك الله. بصراحة أنا من دخلت أسرني هذا، إيش الفخامة هذه يا حبيبي. منتجات العصفور منتجات مختارة بعناية بالفعل يا جماعة. شوفوا الطاولات، طبعا هذا العرض أبو 23 راح تاخذوا الطاولات الحلوة هذه، إيش الفخامة هذه ما شاء الله تبارك الله. أو نختار الطقم هذا، طبعا هذا الطقم أمريكي أمريكي، أو الطاولة هذه، طبعا هذا اللي تشوفونه هذا العرض كله ب 23,500، مع غرف النوم، مع طاولة الطعام، طاولة التلفزيون، أو الطقم هذا. هذا لونه يا جماعة مرة حلو، يعجبني اللون الرصاصي. طيب وش رايكم نرقي شوي نطلع ل 28,500؟ خلينا نشوف وش تعطينا هالباقة. طبعا العرض ب 28,500 ممكن غرف النوم اللي صورناها أو غرفة النوم هذه. طبعا تجي 6 قطع ومرة حلوة. يا سلام، وش رايكم فيها؟ راح يكون معاها الطقم هذا، وفي خيارات أخرى ممكن نختار هذا أو الطقم هذا أو الطقم اللي هناك. كل الخيارات موجودة والجودة عالية يا حبيبي. طبعا الخيارات حق الباقات كثيرة. شوفوا خلنا ناخذ نظرة على طاولات الطعام. الحلو هنا بالعصفور ان جميع الخيارات موجودة، المودرن، الكلاسيك، النيو كلاسيك، كل شيء موجود عندهم. ايش الفخامة هذه؟
طبعا أطقم الكنب يا جماعة اللي موجودة عند العصفور شيء خرافي بمعنى الكلمة. شوفوا الفخامة. طبعا هذا الطقم الزاوية داخل في باقة 28500. شوفوا الموديلات والأشياء الحلوة اللي موجودة عندهم. لما يقول لك شي فاخر على الآخر، شي فاخر على الآخر. أنا عارف إني طولت عليكم بالتغطية، ولكن أحس إني ما وفيت المكان حقه. عالم من التميز العصفور. طبعا العصفور عندهم فرعين، الفرع اللي انا اصور فيه هذا موجود بصفوة بشارع الامام علي، وعندهم الفرع الاخر اللي موجود بالخبر. بعد السنابة هذه بحط لكم حسابهم بالانستغرام، زوروهم. طبعا يعني كل الاشياء اللي تشوفوها هنا موجودة بالانستغرام، بس تعالوا شوفوها بالمعرض على الطبيعة، بصراحة شكلها غير. بحط لكم الان حساباتهم وتابعوهم.